أعلنت شرطة دبي بشكل رسمي عن انضمام سيارة BMW i8 إلى أسطولها من السيارات الرياضية الخارقة، لتكون أول سيارة رياضية هجينة تعمل في صفوف أسرع سيارات شرطة في العالم. وتمتلك سيارة BMW i8 التي سبق وقام زميلنا صهيب شعشاع باختبارها تصميما مميزا يحمل هوية سيارات BMW المستقبلية. كما يعمل نظامها الهجين بواسطة محركين، الأول يعمل على البنزين ثلاثي الاسطوانات سعة لتر ونصف مع شاحن توربيني مزدوج ليولد قوة 231 حصان. أما المحرك الثاني فيعمل على الكهرباء ويولد قوة 131 حصان، ليبلغ إجمالي قوة سيارة i8 قرابة 362 حصان و570 نيوتن متر من عزم الدوران. ويشار عزيز المشاهد إلى أن شرطة دبي بدأت بتشكيل أسطولها الفائق مع السيارة الإيطالية الفائقة فيراري FF، لتنضم إليها لاحقا كل من لامبورغيني أفنتادور وبنتلي كونتيننتال جي تي وبوغاتي فيرون ومرسيدس SLS وأستون مارتن 177 وغيرها من السيارات المميزة. أما آخر السيارات التي انضمت إلى أسطول شرطة دبي فكانت سيارتي لكزس RCF وتويوتا لاند كروزر ربع، لتلحق بهما الآن سيارة BMW i8.